بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيتمثل تيتمثل غيدي تما قال لوانا كيا الغرفة إثمورث سلام ربي في اللون. أكيد نتوغال يا الدورث أرثيت ولث نون نوفا نون تشرعيت إكس قرديشن سوالات إدي طعنا الشرعيت يانا إكهم العامة الغاشية إكس فايدين دس أمينة ديس قسين أمينة فرن النوفا ياكيا يانا الحمد لله الطقس اسم ذنا غي طفر نوفيكي داخل تبوز فراس موت لاني غي تجان نزكيت كفوز ننيا الرزاف باش دايما انوث امك ادن السلحق يوكي غي طفرن اين نفعن الدين نسن او الدون نسن دايما المشايخنا الاساتير الدكاتره كاثن الجهد نسن باش اديرين دايما اين تهكينا كا قسقاد شنسن دين ايس اكس نفعن يعني دين نفعن جميع وينين اكس مقال تدويل تقيا ذيك نظن ادير زفر غورنا الدكتور بوعلم جوهري استداويت نفقيث مرحبا يسك نسوف يسك شيخ بوعلم الله يسلمك يا شيخ صهيب بلك الدوار يا داني يا دا موسمي كثير بسكر اغلان وخديم دين اكذي خدامن داني يفرح نسي سي خدام يعني ان شاء الله ازكو سكيا هذه اليوم ينوض حتى حاجه يعني نتجر ناط لان كان السؤال تغند كان سقسيك تغند كورتي كلت ممكن ماذا بينا ان شاء الله كل ما يرس في ديون مشايخنا الاساتذه نا الدكاتره سؤال وليد تسلحق مكا ان شاء الله اثنس قرطش ولا بالك لا يونس ولا اكا انت انا تشافيت اديوغال ولكن يا الشيخ يا الاستاذ يا الدكتور يسعى الطريقه الجواب بينس بالك دس بعد نكمل اتم كمال نكارسن هسه قلنا نهضر شويه في الخدمه في زرفين اخدم يعني يزوار ذاك الشيخ الشيخ بوربي هضر فلاسن اسكو الا نسوار اثنين باكون حقاره يزولتيني اثنين نفاك ان شاء الله يدول تاكيا ادم بزاف لسن سؤال مزوار يقول الشيخ يونغ مثلا يسقسي ما حكم عمل المراه؟ اشود قار الشرعيت خديم التمطوس بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. على كل حال الخدمه يكلف يسر ربي سبحانه وتعالى وانا يقول لنا يكلف النفقه مرا اديني ربي سبحانه وتعالى ولينفق ذو سعه من سعته من هون يكلف ربي غادي ينفق ان الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. اذا ذي رجازن يكلف رب العالمين عز وجل انس النفقه او في ذاك ريرين دو الكلفانسن هذه ينفق في الوالدينيس هذه ينفق في المطوطيس هذه ينفق في الدرياس فثماس ما ذي ستماس ما الا من الزيطان يعني ورزميرنا راه غادي يعيشني ما ننسن. اذا ذرقاز يقلان يعني مفروض في الناس يوكلني غادي يشقو وذي نعتاب وليس عارك راه ترولا راه يرول خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا اجد اعظم ذنبا عند الله ممن يضيع من يقوت او يضيع من يعول. روايتين الحديث يورو في غار الذنوب يوزاين غي مقرن ني الذنب وين رايلين يطيع ويذني يقلان يكلفي ربي سبحانه وتعالى شدا غريريس يعني النفقة. اذا يتمثل تايا نزمر دنيني باللي خديم تمطوث ماشي ذي الواجب يعني ماشي اتي حاسب ربي عز وجل لا ما يلور تخدي مارا ما يلور في غارة ما يلور تجني وارا ولكن الدية استبورث باللي غتكسب ما الا تبغى غتكسب ما الا تبغى غتخدم وسينا راه ممنوع في اللام وسينا راه حرام في اللام ولكن ورتي كلفها راه بحيث هذه يغالد الفرض اكني قلنا مفروضي تغفر كاز ربي قرد للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا. اذا ربي عز وجل يعني يستعرف سي ثمطوث باللي تزمر تكسب تزمر تكسب يعني تزمر تجنود تشقو تنعتاب ولا تنتاث وخاصة اوقات اسمار يلي المهنة ينس مطلوبة يعني المجتمع وثيكوال لان تكران المهن يعني من الواجبات الكفائية يعني اذا المجتمع بدات يعني لازم هذه اللي تزيس حتى خير التلاوين اريلين يعني قدمنت غير الشغل اللي يوكني غير خدمنت مثلا ذي التعليم ذي التمريض مثلا ذي المراقبة ادنيني مثلا الشرطة خاطري
الا وين راه تخدم تمطوط الا وين راه يخدم ورقاز، خاصه المجتمع المسلم. يعني ثورا ولا غنشتي تكشمت مثلا المطارات تكشمت كذا، الحمد لله. يعني غاتيلي شرطيه غرايلين مثلا تمطوط تقابل الدخلاني وان يلي سي وان يما سي وان اوا كانت تهضر اذا سوا كانت تحوف يعني باش هذه كس الحرج للمجتمع. اذا كيف كيف مره تروح تغر سبيطارات، مره تروح يعني المستوصفات، مره التعليم الى اخره، لن تكرن المهن ادنين غمار النيل المجتمع باكماله. ماشي كل ثم الطوثي فرض في الناس العمل، المجتمع يفرض في الناس العمل فرض كفائي صغارا من الفروض الكفائيه ذين لي لكل في ربيع الزواج. لا خير الله بارك الله فيك، ما الا خذ من تكرا هذه سقطر هذه ساذر ربي الكلفه غف مو تخدمنا راه كويس. بارك الله فيك، مو تخدمنا راه كويس هذا لا ثمن اكلنسن هذا لا ثمن مره. فاذا ثبور ثيان زمان دنيني غير العمل اريلي المفروض في ثلاوينا كن ملانت، ولكن ماشي غاف كل يوث مفروض فرضا كفائيا. ما الا قومت زي سكرت تلاوين اتسقط المسؤوليه في ثلاوين طنين، وهذه سقط اتسقط المسؤوليه ذا غني في جذوذ مره يعني في الشعب كمالي. واتخدم ثم الطوس اتكسب وخاصة ما إلا المجتمع يحذج اني غايد انشتي الشيخ واذيلين الاتفاق قالوا رجال ثم الطوس خاصة ما لا سيدي ثم الطوس تزوج. يعني فإذا النصيحة أنت فكيتي لأنه لن كي راخد من الجور هذه زوجي وستغرى يحذجت المجتمع تطبيب ثنا وزر هذا الأستاذ كذا أم بعد أسيني ثورا ذنكين يسكل فن فلام خلاص قيمة صحيح. قيمة ذك وخام ويعني يحرم المجتمع ثاني يسد يعني أبريد يمقد ذا معرط يوكن المجتمع هذه يتحقق الواجب الكفائي في غيد نهضر كي. إذا لازم نفهم بال اللي ثمسالت تغالغ الواجب الكفائي. يعني اني اذا المجتمع ذاك مالي لازم هذه اللي نزيس خير التلاوين رايلين خدمنتي خير خاصه لي دومين. ومن بعد ما الا نفهم الطوث سلدين ثبور خير الاعمال الا ندان الوحين ذي الخليقه في تخلق ربي سبحانه وتعالى ماشي ذي العامل يسلى المشقه خير الله ذي العامل بوشو مثلا ذي المسافره على طول وزميره تدم المسؤوليه الاسره وتنحرم الخيرين الاسره بناء البيت وتسعود الدريه الى يعني لا تكرن المهن ذي ركازن يقلان يعني يكلفيسن اكثر ربي سبحانه وتعالى وكنا تغارني يعني غرغورسنت يذي قيم باللي ذي الحلال ثم الطوثي وكني تخدم وين رد جنو كني ذا جلاس حد رسيت سيال الزيس لازم تدني هكا باللي ثم الطوثي الاسلام تسعى استقلال الذمه الماليه. يعني ما الا تبغى تبوددي وركازيس مرحبا، ما تبغى تبوددي باباس مرحبا، نيغوي ثماس وخذ وقيعه، ولكن حدو تتكلف باللي لازم مثلا في اللام ايد فك شهري ثمن غازكان باباس تيكلف باللي لازم تنفقط في الليل لانه ثم الطوث وتكلف رب العالمين سبحانه وتعالى سنفقا غف حد يلقى ربينس. نعم مش قارسنا التشوي. نعم. اسمع هذا واش فيها المثالات زمان صحفيين زمان ناس طبعا زمان صحفيين في السوق تشكي بارك الله فيك. الطراد ثورا ثم الطوث ولاش امكن عندي تعف كاع في سوركاز يعني ونسات غنوثي تعف في ساره. ما الا نفذرد خديجه بنت خويلد فين يوغى النبي صلى الله عليه وسلم يوغيت ونسات لا تاجره يعني ربه عمل تمعلمت النساء الاعمال الرجال الاعمال تمعلمت ما الا نزيد مثلا غرت فلاح ادنى في مثلا اسماء بنت ابي بكر الصديق تسعى الفيرما نسات الواحد وركازيس زبير بن العوام تلا يعني التفلاح تكسب تخدم يعني عبقري تخدم لغمان تخدم كذا. فما الا زيد مثلا غ العمل الطبي عندنا في السيده رفيده مثلا رضي الله عنها قوقم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم غزوه الاحزاب مستشفى ميداني دخل المسجد النبوي بدات يعني وكل الغزوه تفا وتداوى يعني مجراح تداوى موطن. ما الا نزيد غير العمل الاجتماعي والسياسي عندنا في مثلا السيده الشفاء بنت عبد الله اللي يكلف سيدنا عمر بن الخطاب الوقت الخلافه ينس يكلفيتي وكنات
يلطف نظام الحسبة في السوق المدينة المنورة. ستدير مرادني اللي قريبا ما كان وزارة الداخلية داخل المدينة، لأن يعني المدينة العاصمة ستدير يسدون نظام السوق أماكن وزيرة التجارة وفي نفس الوقت يعني وزيرة العدل وفي نفس الوقت وزيرة الداخلية، لأنه يعني سعى الجنود ريلين سدوا الكلفاس ما إلا لنت المخالفات مباشرة الدمن يعني الأمر صغورس. إذا نظام الحسبة يعني يخدم مثلا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخدم فوق الرويس ثم الطوث وثم الطوث ثلاث جهاد مثلا أدنى بذر يعني ولتمسن يراعي يسميس ولا ثاني يروح يسميس مجاهدة في سبيل الله تلوس أمر قاز يعني تلسى كي تخدم بخنوق الحصول وتكشم يزدخل المعركة ما يفوك سنين الفارس الفلاني ذا شي يخدم الكفار ومن بعد وإذا كي علمنا سنين وتعلم مرا ناخذ فلانتي يروح كانت ولا يعني يسميس رضي الله عنها وأرضاها. السؤال ويسن ما كنا نهضر في شو تقار الشرعي ذيك خديم تمطوف ماذا بينا دس مكتن شو تقار الشرعي ذيك خديم ورقز خديم ورقز وهي ذي الفرض في خريق لان يسعى القدرة البدنية والقدرة العقلية يوكني غادي ينفق حتى في العمرس رب العالمين سبحانه وتعالى يكلف يعني غرقاز يوكل ديوين النفقة ولينفق ذو ساعة من ساعته وخدم يجعل رب العالمين سبحانه وتعالى ذو الفرض غفر قاز يوشو لأنه بشوث تنحفر ثمطوث باش يتنحفنا راه الدريا، لانه ما الا ثمطو تنفرض في اللاس الخدمه بحيث تخدم يزمر الحال هذه اللي الاستغلال نديري يعني ثمطو الشرف ينس الى غير ذلك. ولذلك ارجاز يجعل في ربي سبحانه وتعالى ذي الحمايه ذي انسان راهي حامين راه يرفضنا غفيريس يعني باللي هذه اللي يحامى يداري ذكا يرد تدرق ثمطو سواء ذي ماس ذو التماس ذي ثمطو سنغذي الليس يوكن هذه سد الاحتياجين سواء ديال الخدمه نتمطوث من بعد ذلك يعني الزياده ما الا يحتاجيت المجتمع ما الا تبغى تفرض يمارس ذا غنوه تسعو يعني شخصيه اجتماعيه واقتصاديه يعني المجتمع وما يعني الخدمه هو ركاز ذي الفرض. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يكتشم غير المسجد يتسف كيران نية المزيان طول الوقت زينا داخل الجامع يعني اسم نوذ كون وين ناس كني تجمعت المتوكلين غف ربي يعدي يسوف غير ثني تستعكاز ثني يكون وذ المتوكلين غف ربي سبحانه وتعالى مثل السقسى انسي سويت القوثي كل يوم داشي سينا وي الناس دابا يدين فقن في اللي وي ديما نكي تفرغ غير العباده يوثي ثني يسوف غير ثني السنة الجامع الناس يذهبوا واحترفوا وامتهنوا واعملوا فان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. يعطيك الصحة الشيخ. ما دام نهضر في الخدمة وبوركاز الخدمة تمطوط ماذا بينا غد مصر الشيخ في أزالة في القيمة يتك تنسلب يتك الدين الإسلامي أنت شرعيت يخدم العمل. طبعا العمل يجعل رب العالمين سبحانه وتعالى يعني يزوارد يرني قران العبادة ما يغدي يهضر رب العالمين في صلاة الجمعة يسجد تظلي الجمعة يارو خدم الواحد خدم وباش نعلم ذا شو ذي القيمة يسيف كان غير الخدمة وإن كان تزلها في الدنيا تزلها في الرزق ناد فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه باش تشتر رزق رب العالمين يود تعال السعي تسبط تسبط تسقلط. ربي قرد يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. مقل واش يدي بذر البيع لأنه 19 أرزاق الناس البيع والتجارة 10% إذا الإنتاج العالم بأسرها ومن بعد يروح إلى سبيكيلاسيون الترافيك اللي مارشونديز إكسيتيرا. فإذا رب العالمين سبحانه وتعالى يشارد غير العمل ويشارد الغالبية نخدم يعني التجارة إن فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ومن بعد فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. يعني حتى نكون ماشي ذا الحرام انه هذه خدمي ونس الجمعه ذا الحرام فقط ما الا يخدم الساعه اني صلاه الجمعه ما الا وقال يعني مضطرا يوكل هذه خدم يعني الوقت اني
فإذا الصباح نغثى مديث أثن العمل الدنيا وغصر كني ذسن العبادة أم قران قدورث بالصحر بالعالمين سبحانه وتعالى يشرع عد العبادة يارو خديم الواحي ذو خديم ذي نعلم ذا شو ذي القيمة يسيف كان شرع عن سيدي رب العالمين سبحانه وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لك ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. ولا شكرا إبنين أكثر لبنان وين رد خدمي يعني سوفوسيس. وإن نبي الله مقل ذي الأنبياء سعان الكلفة تنقران الدعوة إلى الله عز وجل الدعوة إلى التوحيد ولكن سعان الحرفة ذي المهنة غنسى إدستسن. وإن نبي الله داود كان حدادا وإن نبي الله عيسى كان وزكريا ذان كان نجارا يعني سعان الحرفة أن سعيد إدسقويثا. النبي صلى الله عليه وسلم إلا ذا تجر إلا ذا مكسو يعني يخدم العملية لأنه العمل يعني يرند شخصيا العبد يرند القيمة ينس المجتمع. يزمر نسميه يخدم ذي العبادة يعني يزمر هذه ديك التواف ثورة باش خاطر قول لا العباد العبادة تزاليت كان بارك الله فيك تمثال يخضع الميزان التواف أكذو أكذو ثورة ويدن فرق غير سنة الحوايج الشيخ يودن فرق غير وذيه دي قارن يقارد النبي العمل وعبادة أنش تيوري ولا ولا لا يعني ولاش الحديث دي قارن العمل وعبادة ولكن خيران العمل لا ثقمت وذي اللي ينقل حلال وتجنوت يعني أين اللي عند حلال وخدع ترزي ستيلي تنصوح يعني هتصفون نيينك أعلم باللي يجعلك ربي سبحانه وتعالى الشرع نصيبا التواب. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته يطلب قوت عياله فهو في سبيل الله حتى يرجع وارفا بخامس يتساود القوث نويدك لن دو الكلفاس لعيالي نسع ويدك لن دو الكلفاس مثلا تروس إن يكثن عدث رب العالمين مزون ذا المجاهد في سبيل الله لأنه إلا يون الجهاد غفنا في الناس الغاشية الجهاد العام الأقوشون غريلين كل يوندي وشي الطحي نسي وكن الأمة التقوى قل علم ذا الجهة ما يخدمي وان الخذ ما ينسي بنو يخدم الخدمات هذا يقول اقتصاد انتمور ثانشت ذا الجهة ذا غني كشم قوال سيدي ربي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل كرا العباد عدن القوة القوة العسكرية انت ربي يفرد القوة العسكرية إيمانيس إن ذا رباط الخيل ذوي ذي القوة العسكرية إذن القوة يطنين داشوت ذي القوة الإيمان ذي القوة العلم ذي القوة الأخوة ذي القوة الاقتصاد ذي القوة التجارة ذي القوة الإعلام رسعون لما غثين سلمتي وكنين ذي القوة الشهادة سن على الناس وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالخذ ما غير يخذمي ويثفغ يعني غثان يعدث الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل الله أمن تسلم المجاهد إليه الحديث إذا ولان الصحابة لان الوحيد النبي صلى الله عليه وسلم ولان يونية المزين يسدو الله يبارك في كيس ربي تزمرت القعاف تزلز الدواس يثيخلين سكيا ما شاء الله يسيفك ربي تزمرت كرديون صحابي الناس يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله أنشتن صحة تيخلين النشاط لو كان أذير في ذوين الصفة أذير على أخصر يقول الكفار يعديه إيسو سعسن الرسول صلى الله عليه وسلم تمغلين سن غروولين في سبيل الله. الناس لو خرج يسعى على والديه شيخين كبيرين فهو في سبيل الله ولو كان خرج يسعى على أهله فهو في سبيل الله ولو كان خارج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله ولو كان خارج يسعى على نفسه يعفه عن الحرام فهو في سبيل الله ولو كان خارج يسعى مخيلة ورياء فهو في سبيل الشيطان. إن يسخري لند الحالة فريلين يلمزي غي لو كان مثلا يتروح غرخ الديمي وكنا دي جنون أذي عيش الوالدين اسم قريثا أثني يعدث ربي في سبيل الله ما إلا يزوج الدين فقه في ثمطوثة في سبيل الله ما إلا يسعى الدريا يشقو في اللسن أثن في سبيل الله مو يسعى لا الوالدين لا الزوج ورش حد يعني يسعى المسؤولية في اللسن أنا قار العمريس يوكني أريد الزلارة فوسي صغر الغاشين أذي أخير والعياذ بالله أثن دغن في سبيل الله ولو كان ينفقد كان في إيمانيس ما إلا يفقد كان كي يوكن أذي حوس كان أذي تعدي أذي تعدي في الحرمات المدن أثن القبريد الشيطان والفراغ دغن سهلة الشيطان يمكن يعني أثي استغل يوكل الناس أثي السوشي وبريد السيدة هذه مصطلفة وكثما يطنين الشيخ
سميطنين ماشي كان ظلاجرين في سبيل الله، وإنما لانت كران الذنوب باللي العمل ما إلا يخدم يوان ويصفى جارس يد ربي سبحانه وتعالى جارس يد المؤمنين، لأن الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ إن يس لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم والخدعار المؤمنين والخدعار الغاشية. خدم الخدمة يكن يقوم الحال، ما إلا يخدم يوان الخدمين سكا. الرسول صلى الله عليه وسلم قارك إن من الذنوب ذنوبا لا تكفرها الصلاة ولا الصدقة ولا الحج ولا الصيام. إن يكران الذنوبات غصر ربي عز وجل يجعل غد الصلاوات مثلا الصيام ذي الكفارة محونة الذنوبات النغ لن يكران الذنوب لا ثام وهم تكسن لا فظلث لا الصيام لا الحج لا ننس وما الذي يكفرها يا رسول الله؟ إن ياس الهم في طلب المعيشة لحسب أني يتنع تسوي ونكويس أبني نثوري وني علين كارير مسكين 32 سنة لا يكرا 40 سنة مازال خدمان 50 سنة مازال خدمان ويكل دخل ديمي في سعدة ويكل هذه روحي رب العالمين سبحانه وتعالى إيراد قذونه بينس الهم مني قوين مدة 30-40 سنة يوكنا دي جنو يعني يوذكي لن دو الكلافس الهم في طلب المعيشة. الحديث طنين الرسول عليه الصلاة والسلام قالك من أمس كالا من عمله أمس مغفورا له وإن راه يتفث مديث يعني يعيا خدمي ولا دارو خامم زندا شطيط ثاني غفرس رب العالمين سبحانه وتعالى الذنوب يوم الحادث طنيني قارك ولو كانت مثل زبادي البحر ولو كان ذي أزل نكسكوف يعني المواجين البحر ويزمر الحال داغنا الشيخ أخدمي أذي لين ذي السبا يوكنا ذي السين في بابي صغف ثمس جهنم يعني في كل كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك اتقوا النار ولو بشق تمرة نزمر ادني نيدا نزمر تترول تغف تمس سو خدم مني يتخدمت يروح يثكل الرسول صلى الله عليه وسلم يثدوق المدينه يملل واحد ربع من الصحابه واحد عشرة يدسن يا راسني وندا فلاح فهضرني في السنين ست شهور نضل فراكي نتزل ندمان ولا لاني خدي منه وعرن في خدي مني طنين على كل حال فلاح تعتسي باش يطوحي في السن بنادم هي مديز النبي صلى الله عليه وسلم من دنسن صفن ديما نسني وكان ديما سلام يدسن النبي صلى الله عليه وسلم وين قال لاني يا راسني اللي وين يا راسني اسمي سعد بن معاذ فلاح مي ولكني فاسني سي نحشمتني دير قفوسن النبي صلى الله عليه وسلم اش يخدم الا ذا نقاري بذات النبي صلى الله عليه وسلم يتم سلام دي يدسن يكرماني سكا يودي مانيس يردي مانيس ذا منزو باش وزع ما سمار يفك النبي صلى الله عليه وسلم ذاين امزون يمسلم يدس هي الرسول عليه الصلاة والسلام ميقفوك مسلم ذو نقار نغينا سندة سعد ومسلم غار الواحد سعد يعدين نحشام مسكيني والردي مانيس ثزوارة تجمعت يري فاسني سكا غير ذفير إني سأودي فاسنيك يا سعد هاتي يديك في عدة ذي مسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يذسي ونفوس مسلم يذسيني فاسن سيني فاسني طفيتي دكا يعدي السولي ياسي فاسني سكي وكنت ندوالي نبشو يتعوذر يونا ذي نحشام سو خدمي ينس ولو كان المجتمع ربما لا نكران ذي العقلية تحقيرا نكران الأعمال كي ذا شريت وحقرا ذي العمل المحرم الشيخ العمل المحرم ما يلي ونزنزو شراب ذي العمل المحرم ما يلي خدم يشرب أي ذي الخمر وحشكم حشا قدركم وهي عمل محرم ولكن ما يلي ذي الحاجة لن يحوجت المجتمع وثبنه دوث سذارة لازم تزديت القديك وترفض تقرويك باللي يعني أقليك تقدم خدمة للمجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم يرفض ذي فاسني سيسني نكا يساعد الناس إن هاتين اليدين لن تمسهما النار أبدا ذي المحل أذي 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 لسنت ثيمس سيني فالسني سنعة سابنك ذي بخدين أعطيك الصحة أنا مشيخ بلك لك السؤال ذاك تغالي دنو غالا غرسن تقين شو قلزم أخدم الواجبات باش هذه سحلين دي سحلين إذن سلام تنويت أشهم يزرفان الحقوق يكسع أكل تيتن السكورين دشات نصح بصحابك يعني اكس اكس خدم الغاش الله يبارك الله انت كوات كاين كان اي جين اكو في لقتي تسعه ديال ثلاثه دقائق الله يبارك كان كاس المغرب يوفق ربي ثمن زوث وين رايلين يروح على الخدمه لازم ما يعلم باللي غثاني يدم مسؤوليات صم قرنت
المسؤوليه هي انه هذه قدم الخدمه غير الغاشيه الذي يلي نصوحة كني الناس قال لي وري خد عاره وري خد مال التطفيف ماشي التطفيف يدي هذا الربيع عز وجل لقى الكتاب كان يعني التجار كرا ودي كرا نقول خذ ما ينس كرا ودي كرا نقول وقت خذ ما ينس اثان ذا المطفف ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون وري خدم الخذ ما ينس اتي والنع ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه ثمسلت الحقوق يتسايل يتسايل يون الاجر ريلين يخفث يكرم ما يلزم الملزوم لازم نهضر في الناس ولو كان دقيقه يا شيخ يقرض الرسول نعم الرسول عليه الصلاه والسلام يقرض من كان لنا عاملا ولم يكن له منزل فليتخذ له منزلا ومن كان لنا عاملا ولم يكن له دبه فليتخذ له دبه ومن كان لنا عاملا ولم تكن له زوجه فليتخذ له زوجه ومن كان لنا عاملا ولم يكن له خادم فليتخذ له خادما شو المعنى الحديثيه يعني لازم شهر ثانيه وين خدام هذه لين ثغناس كفاسي وكني غادي يلدي خام يوكن هذه سعون حرية التنقل يوكن ربما هذه زوج ودي ينفقها في الدرياس ودي سعو حتى خير الحوايج راه يشتغل يسن يعني يزمر دي وحتى خدام سي صلح عن الحاجة ذو خامس وذي لين شهري ثيث توان في كاس قل وقثيس قل وقثني قواشي مثافق يلس الوحي صاحب العمل قرض الرسول صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه لعل بلك في حزق غيد الوقت نكمل ربما تعطي لها ان شاء الله غالط الموضوع قلت شوي النظام ان شاء الله وكنشكر الدقس الدقس فين قد صلاح قضاء الساكين خارصون حتى تمست يعني ان الخذ ماذا وخديم دين ادنو غالا غرس واعطر وساعطي لها ان شاء الله وان شاء الله يتمثنا كاكين ادن بضل ارتقر انتزويلت انا من اللي يذو ان النوبة ادي تدون بقوا على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام Thank you.